وبنشوف حالات كتير وفنانين كتير عاملينها، يعني نقول بأكيد ايه ده، هي ازاي جسمها اتظبط كده؟ هو بيبقى عن طريق فبتبقى العملية لا بنقدر ان احنا نشيل الدهون الزيادة، فنبتدي ان احنا نشوف الكيرف بشكل طبيعي بدون اي مشاكل خالص. طيب لو احنا لخبطنا في اكلنا بعد ما بنشفط الدهون، هل فعلا صحيح ممكن ترجع في مناطق تانية، ولا المفروض نفضل مظبطين اكلنا؟ يعني واسمع ان احنا لما بنعمل شفط الدهون في ناس بتخس اكتر كمان، مش عارفه ايه السبب في كده، يعني الحقيقة ايه علاقتها بالغده الدرقيه او بالحرق؟ مش لا، فاهمه. هو فعليا هو من الملاحظ ان هو مع تكرار الحالات بالاكسبيرينس لقينا ان كل الحالات تقريبا 80% من الحالات بيجي لهم بعد كده معدل الحرق بالنسبه لهم بيزيد بشكل كبير جدا، فبالتالي بنلاقي ان وزنهم عمال بينزل بسرعه كبيره جدا بعد العمليه، وفعلا الناس دي بتستفيد بشكل كبير، بتعتبر ان العمليه دي اول يوم في حياتهم الجديده، صح. فبالتالي بيبتدي يتحول معاها ويبتدي يتغير بشكل كبير جدا، فيبتدي ان هو يخس ويبتدي يحس بنفسه هو وزنه بيقل، فيبتدي ان هو يتحمس بيتبسطوا قوي يا دكتور بعد شهرين من العملية، شفت حالات مبسوطين جدا، بيتحمسوا بشكل شكلهم رهيب وفعلا بيقلوا بيحسوا كذا مقاس يعني. ان هم اتغيروا من جوه، وان هم بقى اكثر عطاء، وان هم واثقين في نفسهم بشكل احسن بكتير. طيب خلينا نبدأ بالدهون اللي موجودة في الوجه والرقبة، يعني نبتدي من فوق كده. بيبقى في بعض البنات عندهم دهون في الوجه ومنطقة الرقبة دي، هل ممكن نشفط من المنطقة دي ولا ايه حلها؟ هو طبعا كتير قوي مننا بيعاني من منطقه اللود او منطقه تواجد الدهون في منطقه الرقبه بشكل كبير، وبتدينا منظر اكبر بكتير جدا من السن اللي احنا بتاعنا اللي احنا حيين ما احنا موجودين عليه. بنستخدم تكنولوجي سهله قوي، ان هو عباره عن زي ما حضرتك شايفها في الفيديو كده، ان هو احنا الاول طبعا كالعاده بنعلم مكان اللي احنا عاوزين نشتغل عليه ونرسمه بشكل طبيعي، نبقى عارفين بالظبط احنا هنعمل ايه، عن طريق فتحه صغيره طولها ما يزيدش عن ملي او ملي ونص، وندخل اله رفيعه زي اللي حضرتك شايفاها بالظبط، ونبتدي نخرج الدهون دي بشكل طبيعي تحت ضغط بسيط قوي اللي هو ضغط السيرنج نفسها. بنخرج الدهون مش بنشد الجلد. لا، بنخرج الدهون. نيجي المرحلة التانية اللي هو نستخدم فيها الخيوط نفسها، بتبتدي ان الخيوط بنستخدمها كطريقة من احدى طرق دي الشد، خيوط التجميل. خيوط التجميل بنستخدمها في نفس السيشن، في نفس العملية، فعلا بيبقى المنظر كده بعد العملية بيختلف شكلا وموضوعا من قبل العملية، اللي هو شكلها سنها صغر، الانجل او الزاوية بتاعت الرقبة نفسها تكونت بشكل طبيعي بدون ما نحتاج ان احنا نتدخل جراحيا او ان احنا حتى نعمل فتحات جراحيه ونشد منها الرقبه. هي الخيوط طبعا طفره في مجال يعني التجميل، بما انها مش جراحه، يعني هي مجرد خيط بيتحط، بس هي اعتقد هي بتشد بتشد فعلا، فاحنا الجلد. هنستخدم هنا الخيوط نفسها عشان نقدر ان احنا نرفع الجلد ده.